بعد الرجوع لمعجم المعادي الجامع، حلقة النهاردة هتختفي منها الزمارة وانا بشرح لكم معنى عنوان الحلقة. شيخ مش قلنا مفيش زمارة عصام؟ هتفضل تكسر كلامي لحد امتى كده؟ عموما يلا بينا نتعرف على الاصول التاريخية والظروف اللي بدأت فيها رحلة شيخ والظروف اللي بدأت فيها رحلة شيخ العرصة في مصر. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ العرصة في معاجم اللغة العربية هي المكان الواسع الخالي ما بين البيوت زمان، الساحة اللي ما بينهم يعني. وشيخ العرصة دي كانت وظيفة، أو بمعنى أصح رتبة في الداخلية لجندي أو عسكري مهمته هي بيوت الدعارة. لا لحظة واحدة عشان مخكم ما يروحش لبعيد وتفتكروا إن وظيفته هي اقتحام بيوت الدعارة والأبضع اللي فيها وجو اللف بالملايات وحرز يا ابني الملابس الداخلية ده. ده مهمته كانت حمايتها وتحصيل الضرائب منها والإشراف عليها والتأكد من متابعتهم للكشف الدوري اللي بيعملوه كل 3 شهور في منطقة الحوض المرصود في السيدة زينب، حرصاً على الصحة العامة ليهم وبالتالي للزباين وخصوصا جنود الاحتلال، والاطمئنان من الزباين نفسهم على مستوى الخدمة اللي بتتقدم ليهم. الوظيفة دي اللي استحدثت ومع الوقت تم اختصارها شعبيا لكلمة واحدة هي العرصة لمراقبة بيوت الدعارة اللي كانت مرخصة في مصر من عصور طويلة يعني. المهم ان بيوت الدعارة زمان كانت شغالة بشكل قانوني وليها نظام بيحكمها، يعني عندك مديرة المكان مثلا كان اسمها الوظيفي العايقة، ودي غالبا بتبقى 6 كبارة كده فوق 50 مثلا عشان تدور المكان بخبرة وحنكة السنين، والعاهرات اسمهم المقطورة، واللي كان بيلاغي الزباين سواء في الشوارع او القهاوي والكباريهات كان اسمه الجرار. ده طبعا غير اهم عنصر في المنظومه اللي بيمثل الحمايه الامنيه وهو شيخ العرصه، وكان بيبقى معروف للعامه. وممكن مثلا تتخيل حوار لاستاذ في مدرسه بيسال العيال نفسكم تطلعوا ايه لما تكبروا، فالواد يرد نفسي اطلع عرصه يا استاذ، او ام تدعي لابنها روح يا ابني يا رب اشوفك شيخ عرصه برخصه كده قد الدنيا. والحكايه دي فضلت موجوده في مصر لغايه ثوره 19. الغريب بقى ساعتها واللي ذكره دكتور عبد الوهاب بكر في كتابه مجتمع القاهره السري، ان لما قامت الثورة وبقى خيار مجتمع الدعارة من عاهرات وجرارين الانضمام للثورة ومساندة سعد زغلول اللي كان يعتبر ساعتها رهان خاسر، او التضامن مع الانجليز اللي مسيطرين على البلد واللي يعتبروا اهم زباينهم واكل عيشهم واقف عليهم حرفيا، اختاروا سعد ورفضوا استضافة الانجليز وتقديم اي خدمات ليهم. وحتى البلطجية وفتوات الحواري كانوا بيرفضوا دخولهم حواريهم وشوارعهم. مش بس كده، ده في فترات العمليات الفدائية والاغتيالات كانت المومسات احيانا يستدرجوا الانجليز ويسلموهم للفدائيين، الامر اللي دفع الانجليز استيراد بنات من روسيا وشرق اوروبا تعويضا عن العزوف التام للعاهرات في مصر عنهم. حتى العاهرات والقوادين يعني احيانا النزعة الوطنية بتبقى عندهم اهم من شغلهم ذات نفسه. لا انت ساكن جنب السفارة الاسرائيلية؟ وما قلتليش انك ساكن جنب السفاره الاسرائيليه يا كلب. يمكن احسن من ناس كتير بيتقال عليهم زعماء ووطنيين وهم شويه عملاء يعني. المهم فضلت برضو مع مرور الوقت وظيفه شيخ العرصه دي موجوده، والدعاره موجوده وشبه متمركزه في مناطق زي كلود بي ومحمد علي وباب الشعريه وفي اسكندريه في شارع النبي دانيال، لحد ما جه النائب سيد جلال سنه 49 وحاول يوضع حد للموضوع ده، واجبر الحكومه وقتها على استصدار مشروع قانون لالغاء بيوت الدعاره تماما، وبعدها فعلا اصدر البرلمان قراره سنه 51 عشان ينهي المساله ويجرب جرم نشاط الدعارة وتنتهي معاه مهنة شيخ العرصة كمهنة رسميا، لكنها اخذت اشكال متعددة بعد كده وبقت اسلوب حياة وطبيعة عمل عند البعض. شيخ العرصة كمهنة اثبتت قدرتها على الوصول بصاحبها لاعلى المناصب كمان، وحصل لها تطور جيني وكانت اقوى من محاولات اي حد لطمسها واخضاعها، بالعكس فضلت تتحور وتأسس لنفسها مملكة خاصة بها ليها قواعد واصول وادبيات هنتعرف على بعضها. ولبسنا العرص اسم الله عليه، هيا صل العرص اسم الله عليه، ولبسنا اسم الله عليه، هيا صل العرص اسم الله عليه. فهنلاقي عندنا شيخ العرصة المرن او بمعنى اخر اللامركزي. النوع ده مش من النوع اللي بيستنوا يشمشموا كده ايه الخط البياني او التراك المرسوم اللي يمشي عليه في تبرير اي حاجه او حدث او قرار من الرئيس، يعني مش بيصبر لبالليل يسمع افتكاسه من علامه شيوخ العرصه وايقونتهم التاريخي مصطفى بكري، او حزقه من حزقات عزم مجاهد عشان يكون فكره شيخ عرصيه يواجه بها الموقف. لا، ده بيتحرك بشكل افعواني حلزوني ليستبق افكار عرصيه خارج الصندوق تديله الاسبقيه والتميز وحقوق الملكيه الفكريه عشان يهرب من فكره اجواء التنافس بين تعريصه وتعريص غيره، لانه هيتحط في جو اختبارات ومنافسه في سوق شيوخ العرصه اللي ما بيرحمش، والبقاء دايما فيه للموهوبين وما عادش عندنا المجال اللي يسمح خلاص باستيعاب انصاف شيوخ العرصه. معاذره مع حضرتك السيسي ده، معلش يعني يمكن انا اسم محمد احمد صبري، لو قال لي ابوك مش ابوك هقول له مش ابوك، واخد بال حضرتك؟ هو السيسي ما خافش، لو قال لي ثقه عمياء فيه اللي هو ماشي. اللي هو مين؟ الرئيس السيسي. الرئيس
يعني تثق في الرئيس السيسي الى حد لو قالك ان ابوك مش ابوك هتثق؟ هقول له مش ابويا. هو مش محتاج حد يوجهه او يجبره على تبني وجهه نظر معينه، خلاص اتكونت جواه طاقه من الوعي التعريسي، خلقت عنده حاله من الاعتماد على النفس والثقه في قدراته اللي يقدر يعبر عنها كشيخ عرصه متمكن من ادواته. اشهد ان لا اله الا الله وان ابن نبينا محمد رسول الله وان السيسي حبيب الله وولي الله. استنى لو قال لي مي اركبك على فج اقول له اركبني، ولو قال هتخش الجنه من غيره اقول له انا مش عايز الجنه، انا اخش معاه لو هيخش النار. يعني لو على فج ارضى انا وعيلتي كلها. عندنا بقى شيخ العرصه صاحب المبدا ده بقى اللي مفيش لا عمر ولا ظروف ولا انتقاد ولا هجوم بيقدر عليه او بيحاول يثنيه عن طريقه اللي اختاره بكامل ارادته كشيخ عرصه مهما كان حجم الضغوط. حاجه بتتحول مع مرور الوقت لشيء بيجري في العروق مجرى الدم وبتنشا علاقه تصالح بينه وبين نفسه وفخر لكونه شيخ عرصه، وبيحولها لانشوده تعيش وتثمر اللي هو انا شيخ عرصه وافتخر. وممكن يكتب مذكرات عن رحلته من التحول من انسان عادي لشيخ عرصه. مش بس كده، ده عنده انكار ذات عجيب وكرم اخلاقي في عدم التشبث بمنصبه، وطول الوقت مش بس بيحاول يبقى على العهد كشيخ عرصه، هو عاوزك تبقى زيه وبيجاهد من اجل ده باقصى ما يمكن. يمكن بس عيبه الوحيد انه بيبقى عصبي شويه لما بيفشل في انه يحولك لشيخ عرصه زيه، لانه بيحس انه اتهزم وما اداش دوره على اكمل وجه، رغم ان الصراحه يعني عامل اللي عليه وزياده. هذا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، واذا كنت شايفني بطبل ارقص، يلا قوم ارقص بلا مسخره، لان لو انت شايفني بطبل ده اسلوب مقاوم، انت بتقاوم الحقيقه اللي انا بقولها لك. لازم نعترف ان السيسي جامد، نختلف او نتفق السيسي جامد. السيسي قعد ساعتين زمن مع محافظ البنك المركزي والمجموعه الاقتصاديه بالحكومه امبارح، ساعتين زمن مفيش غيرهم. الدولار بقدره قادر نزل من 13 جنيه ل 10 جنيه ونص، شيء خيالي يا ناس. ده ايه ده؟ لسه السيسي برضه ما دخلش بتقله، يعني السيسي بس كل اللي عمله انه قعد مع الناس ساعتين قال لهم وبعدين؟ ها حمر لهم عينه، بس حمر لهم عينه بس 2 جنيه ونص نزول في الدولار. امال لو هو اللي واجه ازمه الدولار بنفسه احتمال يبقى الجنيه ب 10 دولار. نيجي بقى لشيخ العرصه الكلاسيكي، وده اسوأ انواع شيوخ العرصه واقلها عمرا واكثرها خطوره على صاحبها، لانه بيفتقد ابجديات التعريس التامه البيور اللي لازم تتاخد شكل الكمال العرصي، وما ينفعش معاها نظريه تضرب ولاقي وامسك العصايه من النص واحاول اجملها واديها سكينه معجون او وش بلاستيك. ده ما ينفعش، لازم تبقى على وضعها من غير رتوش. ما ينفعش تبقى شيخ عرصه على سطر وتسيب سطر، الحكايه مش ناقصه لبخه يعني، والانظمه بيبقى خلقها ضيق وعايزه اللي يجيب من الاخر، مش يقعدوا يحللوا وراك بقى مقاصدك وفكر موزك الشيخ عرصيه. الوضوح والشفافيه اهم عنوان للمرحله، ولازم لها شيوخ عرصه مقدرين حجم المسؤوليه والظرف التاريخي اللي القدر وضعهم فيه، وده اللي وقع فيه شيوخ عرصه كتير كان يشار اليهم بالبنان ويتدرس تاريخهم وحنكتهم في مجالهم، امثال ابراهيم عيسى وامان الخياط ويوسف الحسيني وجابر القرموط وغيرهم. هي القاعده الفكريه معروفه، شيخ العرصه الجيد يطرق شيخ العرصه الرديء، ده امر مفروغ منه. عندنا بقى شيخ العرصه بالنكهه الدينيه، دول بقى اللي مهما تغير الزمن والظروف هم ثابتين على موقفهم، وهم الالفه بتاع اي نظام، وما يقدروش يستغنوا عن بعضهم نهائي، لانهم عندهم الادوات والحلول اكتر من غيرهم، وبيتخذوا من مهنتهم كشيوخ عرصه وسيله مضمونه للتجيش الشعبي والعاطفي والديني، وبيحققوا تارجت لا باس فيه في اقناع الشعوب بقبول اي حاكم عن طريق هيئتهم واسلوبهم وطريقتهم المختلفه عن اي شيخ عرصه تاني، بمخاطبه المشاعر بقى واللعب على وتر الدين وطاعه الحكام اللي مرسلين من الله اللي لا تجوز معارضتهم او الخروج عليهم. ان ولي الامر ومن بيده السلطه ومن له الحكم بامر الله لا ينازع ولا ينافس ولا يدخل في منافسه على منصبه. وممكن برضو يقنعوك تعارضهم وتخرج عليهم عادي. انه لا يجوز الدعاء على الرئيس ولا يجوز الدعاء على ولي الامر، بل يجب الدعاء له بالتوفيق والتثبيت حتى والسلام. حتى لو كان ظالما مستبدا مثل محمد مرسي مثلا؟ لا، كنا بندعي على مرسي. لا، مرسي ليلا ونهارا نواجهه. يا استاذ وائل، مرسي شيء، مرسي ما كانش رئيس، مرسي فقد شرعيته من اول يوم. معروف طبعا ان السيسي رئيس، لكن مرسي كان مبيض محارة. شيخ العرصه بالنكهه الدينيه عنده قدرات في الاقناع اعلى من كده كمان. المشير عبد الفتاح السيسي الوسيم، طب ما هو امور بطبعه، امور بشكله، امور بهيئته. انا لو بايدي اسميه الوسيم عبد الفتاح السيسي. انا لما ببص لصورته باذوب حبا في جمال منظره وجمال هيئته وجمال شكله. النقطه الثانيه، اذا كانوا حبوه نساء مصر فبصراحه هم معذورين، لانه مين بص للسيسي الوسيم الجميل وما حبوش؟ انا عن نفسي اذوب عشقا فيه.
طيب نخش بقى على شيخ العرصة الاستثنائي. ده بيكون برنس في نفسه كده ومش بيبقى سارع في قطاع محدد من شيوخ العرصة. هو ليه قناعات ومهنته كشيخ عرصة غاية مش وسيلة، هواية وطريق مرسوم غير محدد الأهداف أو الطموحات، بيرضي الكل. منطقته أو بمعناها اللغوي عرصته مفتوحة للكل وبتساعد الجميع، وعنده طاقة ومكان داخل عرصته يكفي الكل، مش مسيطرة عليه فكرة التخصص وحشر ذاته داخل خوقعة عرصية مغلقة تحد من قدراته ومواهبه. ورأي شباب كتير أنا ارتبطت بيهم من إنجاز في قرى الخريجين اللي بيدعوا لك، لاني رحت بنفسي عشان كنت نفسي اعمل الجزء الثالث من سنبل، وادين بعض السلبيات فانا اتغصت لانك لغيت لي مسلسل. لغيت المسلسل والشوفازين دور هتلاقي حاجات تانية. ما هدور انا، هدور مش هسكت. مش بالكلام وانا مش بوء، انما انا بستشعر وفعلا ببحث ونفسي الاقي سقطة عشان اعمل عليها مسلسل. وشكرا يا سيادة الرئيس. سألت نفسي لو الرئيس مصر خد ولادي وعذبهم وسجنهم اقسم بالله اصور ربنا، بس اقسم بالله ما يتمس فيكي تراب في مصر. هذا كلام عجيب، هذا لم يعجبهم. قال سأتنازل عن الرئاسة لم يعجبهم. قالوا سأمضي إلى حال سبيلي لم يعجبهم. قال سأصلح إصلاحات دستورية لم يعجبهم. وضع نائبا للرئيس فلم يعجبهم. والله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم العرض من قال ومن قيل. لم يعجبهم لأن هناك أجندات خاصة، نفوس مريضة. معنا واحد من أبطالنا العظام اللي تسببوا في حركة الحرية والصحوة في هذه الآونة التي نعيشها، وهو الأستاذ هاني خورشد الذي كان من المجموعة المكونة لجروب كلنا خالد سعيد، الشاب اللي رحمة الله عليه اللي قتل بأيدي بعض المخبرين في الأسكندرية، وتسببت هذه الحادثة في ثم هو أسامة. احنا فعلا احنا مشينا وراء الشباب أكبر مننا، أخواتنا الصغيرين، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا حققنا حاجة مثال كلنا كنا بنحلم بيها. احنا اللي بنحلم بيكم وحنحلم من خلالكم ونقولكم ان ربنا وحده هو اللي يكافئكم على اللي انتوا عملتوه فينا. وعيب انك تبقى شيخ السلطان. لا مش حلو. ده اللي ما يبقاش شيخ السلطان حياته اطراد واخرته اطراد. امال انت شيخ مين؟ ده مين اللي عين السلطان عليك؟ مين اللي اختاره ليك؟ هو مين اللي قال لك اطيع السلطان؟ مش الملك اللي قال في سوره النساء؟ طاقات شيخ عرصيه هائله وعابره للقارات بالمناسبه كمان، وبيزاولوا هواياتهم مع اي رئيس او ملك او امير سابق او حالي. الموضوع مش محدد بزمان او مكان. وفاء مدهش لاي عربجي تاريخي او قاتل او عنصري. في عندنا بقى شيخ العرصة الارستقراطي، ده بيبقى نتاج تزاوج لمجتمعات نادي الجزيرة مثلا مع ائتلاف عوانس الجونة كده، حاجة كده ليها علاقة مريبة مع الحاكم نتيجة خلل هرموني مصاحب لعلاقات زوجية فاشلة في اوض النوم يتخللها فروالة حبيبات السيليكون مع تشققات في جدار البوتوكس تحت العينين وحوالين منطقة الرقبة مع توهج ونشاط استثنائي في الغدد المسؤولة عن المرقعة، بتخلي طنط بوسي مثلا وهي راقدة على بطنها بيترسم لها تاتو اسفل الظهر يسلي وقتها وتفتح الفيسبوك ولا تويتر من غير مناسبة معينة، تلاقيها كتبت ابدا لن تسقط مصر، ما تفهمش ليه، ولازم كلمة يا خونة وراها على طول بقى التميمة، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، عشان الجن الاخواني مثلا اللي راكبها لما يقرا يتحرق في ساعتها. وتلاقي مثلا شيخ العرصه المهندس سراج الدين بعد ما يدوب خلص مكالمته مع الرتبه اللي هيدي ابنه عفاء من الجيش، لو قابل حد هيتكلم عن المشاريع والانجازات ولازم نصبر ونستحمل ونجوع وبرضه لن تسقط مصر واحنا وولادنا فداء لمصر وجيش مصر، ويتفق تماما مع وجهه نظر مدام بوسي في ان السيسي ذكر. الايام بينا البلد دي محتاجه ذكر ومحتاجه كبير، وهو الذكر وهو الكبير بتاع. اخيرا مراكز البحث العلمي بتعكف حاليا على دراسه ما اذا كان ممارسات شيوخ العرصه الجدد تخص الشخص نفسه ومفيش ضرر مباشر فيسيولوجي او سايكولوجي على البيئه المحيطه ليه ولا لا. يعني التعريس هل هو معدي ولا امن؟ محدش يعرف لسه. او مثلا هل في منه انواع بتتنقل بالوراثه بالجينات؟ يعني كل ده قيد البحث. وان كان من باب الحرص وان الوقايه خير من العلاج، يعني لو حسيت انك واقف او قاعد قصاد اي حد من شيوخ العرصه دول وبدا يتكلم حاول تخلي بينك وبينه مسافه كده عشان النفس، عشان الرذاذ اللي بيطلع من بقه قد يكون يحمل فيروسات لا قدر الله تنتقل عن طريق الجلد او الفم. وما تحاولش تستفزه لانه ممكن يعضك ولا حاجه، ده ما بيبقاش في وعيه. ونشوفكم على خير ان شاء الله.